لازلنا معاكم متواجدين في حديقة الشهيد، هذه الحديقة المتميزة اللي موجودة بالديرة. معانا شاب كويتي هاوي ويحب تدريب الطيور ويربيهم من وهو صغير. معانا الهاوي عبد الله القلاف. يعطيك العافية عبد الله. الله يعافيك ويعطيكم العافية جميعا، ومساكم الله بالخير، ونمسي على المشاهدين بالخير. ومساك الله بالنور. وكلمنا عن موهبتك هذه، من متى بدت؟ والله بالتحديد تربية الطيور الناطقة بلشت فيها تقريبا من 6-7 سنين تقريبا. حلو. بس قبلها كانت لي بالطيور، يعني دياي، حمام، على الطيور الصغيرة نفسها. شوي شوي لين دخلت بهالمجال. طبعا اللي خلاني ادخل بالمجال هذا ولد خالي، وهو كان يربيهم من قبلي، فانا بصراحة ما كنت حاط ببالي بيوم اني اجني واحد. حلو. وقال لي جرب ويلا دام انك انت فيها يلا تعال اخذ لي طير. حلو. ونوعية الطيور اللي عندك شنو هو؟ طبعا حاليا عندي كذا طير، ومرت علي وايد طيور، وان شاء الله بالطريق هم جاي لي طيور، يعني تقريبا اغلب الطيور مرت علي. الطيور الناطقة اللي هي فئة الكاسك والبغبغان. ما واجهت صعوبة وهي عندك؟ يعني شلون تربيها؟ شلون بدأت تربية الطيور؟ يعني ما تأذيك؟ من ناحية أذية هي شيء واحد بيأذيك فيه اللي هو العض. العض. اي هذا طبعا الطير إذا يالك بعمر كبير ومو متدرب، أو إنه يكون وحشي ما كان متوالف ويا البشر، هذه لازم تحوشك عضة عضتين ثلاث عض لين ربك يفك منه السالفه هذه. احب الطيور على قلبك. شوفي انا بصراحه من بد الطيور اللي احبه المكاو. اي هذا الطير اللي نبيك تكلمنا عنه. شلون تبين اكلمك عنه؟ شلون حبيته؟ من وين تجيبه؟ يعني هل تجيبه من برا الكويت ولا تشتري من الكويت؟ شوفي عاده الطيور متواجده بالكويت الحمد لله، يعني تقريبا اغلب انواع الطيور موجوده بالكويت. حلو. لكن المكاو الحلو فيه حجمه كبير، الوانه حلوه، يتكلم لكن مو نفس كلام الكاسكو او الامازون، يعني كلامه محدود. حلو. بس الحلو فيه انه على حجمه والوانه يعني اللي يشوفه يخرع كطير، شكل عود وهذا يخرع، لكن مسالم بشكل مو طبيعي. وبالذات بالترويض بسرعه يتقبل وياخذ ويعطي. تلاقي صعوبة إذا مثلاً الطير مرض، وين توديه؟ شلون تعتني فيه؟ والله أنا بخصوص يعني الطيور إذا مرضوا وهذا، أنا الحمد لله كل شغلي بالبيت. حلو. يعني من ناحية مكملات، مضادات. أنت تعطيهم من نفسك؟ من نفسي إبر يعني. كل شغلي أنا بالبيت. زين شلون تعرف هذا الطير إذا مرض ولا يعني تعبان ولا في شيء؟ فرضاً يمكن أنت تلخبطت عندك الأمور وصار شيء ثاني. شوفي الطير تعرفه اذا مريض يبين من ريشته. اي حركته. بلشت تربية الطيور قلت لي من تقريبا 7-8 سنين تقريبا. شلون كانت تربيتهم؟ صعبة ولا سهلة بالنسبة لك؟ يعني بالبداية انت قلت لي صعبة. بالبداية زين. نعم. كانوا يهاجمونك ويعضونك وما كنت تعرف لهم، شلون تأقلمت وياهم؟ طبعا على قولتهم مع السنين تكتسب خبره، كل طير طبعا يختلف مزاجه عن الثاني، يعني الكاسكو غير عن الامازون، المكاو غير عن الكوكاتو، اللوف بيرد او الفشر غير، كل طير له مزاج. تكلفته غاليه ولا رخيصه؟ هجم علينا. لا ما يهجم لا تحطي. هو مسالم قبل شوي قاعد امسح عليه. قل لي عن تكلفه الطير، هل هو غالي ولا رخيص؟ والله انا من ناحيتي اشوف تكلفه الطير بس بسعره، لا اكثر ولا اقل. يعني سعره يكون شوي غالي على حسب طبعا النوع. وبعدين الاكل وهذا لا ما يطلع شيء، يعني بحروه 30-40 دينار بالشهر. اوكي يعني اف عضدونك. لا ما اعرف متنرفز. متنرفز. خلنا نهدي شوي. نهدي. الحين عيل دام ان الطير شفناه كذي هايج شوي، ثاني مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرد لكم مره ثانيه.